أب لبناني يقوم بعمل بطولي ويضحي بحياته في سبيل الغير. وقع هجوم انتحاري في 12 من شهر تشرين الثاني الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بلغت حصيلة الضحايا 43 قتيل و200 جريح في حصيلة لم يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية. كان عادل ترمس في المسجد مع ابنته الصغيرة بغية أداء صلاة العشاء، عندما قام الإرهابي الأول بالتوجيه نفسه في مكان قريب، خرج من المسجد ليشاهد الانتحاري الآخر يجري من أعلى التلة ويصرخ الله أكبر، فلحق به واستطاع إمساكه وبطحه أرضا، فما كان من الأخير سوى أن فتح الحزام الناسف فانفجر بهما. ويعود الفضل لترمس لقيامه بهذه التضحية الغالية. لو وصل الإرهابي إلى حيث تجمع المصلون لكان ارتكب مجزرة كبيرة، المئات من الأسر والناس كانت في مكان وقوع التفجير وهم ممتنون كامل الامتنان للسيد ترمس عليه رحمة الله، وذلك بحسب ما أورد المدون والطبيب إلي فارس. لم يسمع أحد بترمس والإعلام كان منشغلا في ضحايا هجوم باريس الذي وقع في اليوم التالي من هجوم بيروت. ويقول إلي: لم يكتبس أحد في بلادنا عشية أحداث باريس، لم يضيء لنا الشموع ولم يرفع علمنا تضامنا، لقد كان خبر التفجير يمر سريعا على الصحافة. رحمة الله عليك يا عادل ترمس.